يواجه فريق السد القطري فريق الهلال السعودي في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا لكي تشاهد معنا المباراة مع عليك فضل في زر اللايك بالقناة وشكرا لكم مسبقا ملعب المصطفى المباراة ملعب جسيم بن حمد ستاديوم بالدوحة في الساعة السابعة مساء بتوقيت قطر والسعودية والإمارات والساعة السادسة بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس وسوف تنقل المباراة عبر قناة بين ان سبورت ايف سي هو قناة اس اس سبورت شديد وعيدة الناقل الحصري والبث المباشر لهذا الموجة القوية اليوم تجدون البث في صندوق الوصف نتمنى لكم فرصة ممتعة لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الضغط على لكي توصل بالمواعيد و وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة وندركم مواعيد في موعد قادم